مرحبا، بنهاية هذا الدرس راح نتعلم شلون نضيف actions إلى هذا التول بار. وتسوي كليك عليها راح يطلع لك أو احنا توسخين حاليا بالأحرى أنت في applicationك راح تحتاج إلى تنفذ action معين. من خلال هذا الاكشن راح تقدر أنت تسويها. حتى تضيف هذا تابعنا. حتى تضيف actions للاكشن بار أول شيء حتى تسوي menu ضمن المنيو اللي سوينا الفولدر سابقا اللي خلينا بيه معلّة bottom navigation bar سوينا منيو ثاني وخلينا بيها ايتمات اثنين اللي هي action delete و action refresh اللي ضفته حاليا فقط app show action وخال always. بعدين راح نشرح شنو معنى هاي وشنو الخيارات الاخرى اللي ممكنة. طيب شنو الخطوات اللي لازم تتخذها حتى تربط هاي الاكشن وتطلع بالactivity الخاصة بيك؟ راح اجسد هذه اروح الى المين اكتيفيتي او الاكتيفيتي اللي انا اريد اظهر بيها هاي الاكشنز بالاكشن بار او الاب بار واسوي الاتي. اول شيء راح احتاج اسوي اوفررايد الفت فانكشن. هاي الفانكشن اسمها اون كرييت اوبشن مينيو. اوكي الفكرة بهاي لما يصير انشاء الاكشن منيو شنو المنيو اللي اريد اني اربطها بهذا. وهنا أنا اللي راح نحتاج الى مجموعة امور بسيطة واللي هي المنيو انفليتر واللي هي عبارة عن get منيو انفليتر. هذه getter موجودة بالاكتيفيتي ترجع لي object من نوع منيو انفليتر. طيب شنو اللي راح اجي اسوي؟ راح اجي اقول له inflate inflate المن للresource.menu مثل ما باقي الاشياء اصلها r.menu كذلك واختار الاكشن بار منيو اللي سويناها احنا اللي هي هذه. اوكي اكو فالطريقة احنا لاحظناها كثير تصير بالاندرويد لما نسوي مثلا override الدالة او شيء معين لازم تبلغها انه انت هل هندلت هذا الشيء او لا. بما انه احنا هندلنا هذا الشيء ما نريد بعد السوبر اون كرييت اوبشن منيو هو اللي هندله وبما انه هاي ترجع بوليان فكالعاده راح اجي اقول ريتيرن ترو امسح قوس اضافي راح ارد اضيفه. طيب هاي الخطوه الاولى صارت مربطه عندنا المنيو ويا الاكشن بار. طيب نسيت شغلة هنا أنا. أكيد لازم أخلي المنيو لأن هاي الدالة الانفليت لازم تأخذ أوبجكت اللي مررت المنيو والمنيو اللي هي اللي جويتها أني كXML. طيب الآن أسوي run وأشوف شنو اللي راح يصير حتى بعدها نضيف الأكشنز. يعني لما نسوي كليك على هذه الأكشنز شنو اللي راح يصير؟ هاي الأكتيفيتي ولو لاحظ ظهرت الاثنين هنا أنا أكشنز وهذا كليك وهذا اكو انيميشن لطيف وياهن لكن حاليا كل شيء ما دي يصير لما اجي اسوي كليك على هذه المنيو. حتى اجي اسوي اكشنز لما اسوي كليك على هاي المنيو احتاج اسوي اوفررايد لدالة اخرى واللي هي on option item selected بهذا الشكل. طيب بنفس الطريقة هاي الدالة حتمرر لي item. هنا لاحظ مررت لي منيو هنا مررت لي item ورجعت بولين بالنهاية. المهم في حالة انه احنا هندلنا هذا الايتم فاكيد حنرجع true وفي حالة احنا ما هندلناه فحنرجع super. طيب هذا الايتم هو واحد من الايتمات اللي هنا أنا. يعني كل item هنا لو تلاحظ الى id مثلا action delete action refresh. فأنا لما اسوي click على واحد من هاي الاكشنز بالديفايس او الاميريتر راح يستدعي هاي الداله اللي سويت لها اوفررايد ويمرر لها هذا المنيو ايتم على شكل ايتم. فانا هذا الايتم خل اجي استكشف لو اقول له ايتم دوت راح اجي القى بيه مجموعه خصائص من ضمن هذه الخصائص هي ايتم اي دي. الايتم اي دي راح يمثل لي الاي دي فانا اقدر اشيك انه اذا اف هذا الاي دي يساوي لي كذا سوي لي كذا. وبما انه اني مو كلش احب الاف ايلس واستخدم كاتلين فعندي فتشي لطيف اسمه وين خل انزل كم سطر هنا أنا حتى تصير بنص الشاشة. اوكي هاي الوين راح اقول له when item id عندما يكون الايتم id. شنو هاي الايتم id المتوفرة عندي؟ عندي اول واحد هذا اللي هو r dot
ID. لاحظ هاي مو منيو، هاي ID اللي هو Action Delete. لما يكون Action Delete عيدك تسوي لي العاتي أوكي، ولما ال R.ID Action Refresh عيدك تسوي لي العاتي. الشيء اللي لازم تلاحظه أن لما أنت أكو مجموعة ممكن خيارات أخرى، أكو ممكن ينضاف زر مال رجوع إذا عندك هواية فراغمنتات وتقلب بين أو أكتيفيتيات وتريد ترجع. الشيء المهم اللي تلاحظه أنه أنت مرات مو أنت اللي تهندل الأمر، اللي هي ما تمر ولا واحدة من هاي الوين، فراح يتهندل عن طريق استدعاء السوبر ويتمرر لها نفس الآيتم اللي إجانا، وهذه مو مشكلة. لكن لو أنت هندلت الأمر كل الأحوال، أهم شيء تلاحظه لازم تقول له return true، يعني أنا هندلته بعدها هي تمالك علاقة بي. وهنا أيضا ما حاجة يقول له return true. طيب بقى الشيء الوحيد اللي لازم أسويه هو أنه أحدد شنو الأكشن. فكالعادة ما عندنا غير توست، لأن إحنا حاليا بدنا نتعلم أو نجرب هاي الأشياء، ومو بالأحرى مو نسوي برنامج حقيقي حاليا. أوكي هذا حيحتاج الكونتكست. الابليكيشن كونتكست، وأيضا راح يحتاج مسج اللي هو مثلا ديليت كليك ات. الآن أكملت التوست الثانية بنفس الشكل، راح أسوي ران ونشيك. اوكي كليك على ديليت، ديليت كليك، كليك على ريفرش، ريفرش كليك، اللي هي بمكانها ممكن تخلي اي فانكشن تدعيها تسوي لك الاكشن مال ديليت. طبعا من الاشياء اللطيفه بالماتيريال ديزاين هي تخلي ايكونز هنا. طيب لو تلاحظ هنا اكو وارنينج على الاولويز، هنا انا شو اس اكشن. شنو يعني سو اس اكشن؟ اذا انا جيت وخليت اكشنز كلش هوايه وايتمات كلش هوايه، هل الاب بار راح يكفيهم كلهن؟ اكيد لا. فايند من اقول له اولويز دا اجبره انه دائما يعرضهن، ممكن انه ماكو مكان لعرضهن كلهن، فهنا حصل عندي مشكله. فلو تخليتنا انا راح اقول لك prefer if room. الاف روم يعني اذا اكو مساحه كافيه اعرضهن، وهاي اذا اقول اذا اكو مساحه كافيه اعرضها. طيب شنو الخيارات الاخرى المتوفره؟ عندي متوفر never يعني دائما لا تعرضها، عندي اعرضها ويا تكست خاص بيها، عندي collapse action view. خلينا نجرب collapse action view، وهنا نجرب collapse action view اللي هو اصلا سرب لك اياها هنا. هاي سابقا ما كانت تظهر اعتقد في الاندرويد ستوديو، الان دي يظهر لك اياها لما نسوي تغيير. راح تشوف الشكل انت معتاد عليه اذا مستخدم applications من الاندرويد، ويا تكون هاي ثلاث نقاط وتطلع لك هنا مجموعة خيارات تسويها. لاحظ ما غيرنا اي شيء بالكود، فقط غيرنا من الـ XML وقدرنا نسوي هذا الشكل.